هل يسبب الطعام الحار تقرحا للمعدة؟ تابع معنا لتعرف. اعتقد الأطباء على مدى عقود أن تناول الطعام الكثير الحار يسبب قرحة المعدة، وأن التهابات مؤلمة بالمريء والمعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. وقد كان الأمر منطقيا، لأن الناس غالبا ما يشعرون بآلام بالمعدة بعد تناول الطعام الحار، وكان الأطباء ينصحون بتناول الطعام قليل التوابل، ولكنه في الواقع لم يكن يقضي على القرحة تماما. ولكن في سنة 1980 نفى العلماء هذا الافتراض، رغم أن بعض العاملين في المجال الطبي ما زالوا مقتنعين به. فقد أثبتت الدراسات أن الطعام الحار لا يسبب قرحة المعدة، ولكنه قد يسبب تهيج القرح الموجودة في المعدة، وهذا هو سبب اللغط. ووجد العلماء أن السبب الرئيسي خلف أغلب قرح المعدة هي الملوية البوابية هيليكوباكتر بيلوري. فعندما تدخل هذه البكتيريا إلى الجسم، فإنها تتجه إلى المعدة وتفرز إنزيمات تحميها من أحماض المعدة. كما وتخترق هذه البكتيريا بطانة المعدة، فتظل بعيدة عن الجهاز المناعي للجسم وتسبب القرح بعد ذلك. ويتضمن علاج قرح المعدة اليوم مضادات حيوية لقتل هذه البكتيريا. وأثبتت دراسة حديثة أن عصير التوت البري قد يكون مفيدا في العلاج، لأن فيه مواد تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المعدة، فتساعد في القضاء عليها بواسطة أحماض المعدة.